أهلا وسهلا فيكم بحلقة خاصة من مدينة العقار دبي، مشاريع مميزة لإلكتن جروب، مستشارك العقاري أونلاين من جوشان. أهلا نادر، نورت دبي. شكرا لجوشان لاهتمامه على عقاراتنا بدبي، وأهلا وسهلا فيكم. إلي رح أفوت معك بالنقاش والسؤال اللي بيسألونا إياه كل الناس، إنه هلأ انتهى وقت دبي عقاريا؟ نادر، اليوم إذا أنت بتطلع على أرقام دبي خلال السنة حسب دائرة الأراضي، اليوم عندنا لسبتمبر اللي فات 162 مليار تداول، حجم التداول العقاري، وعلى العوائد اللي عم تعملها دبي بين 7-10% على العقار، بعدها أحسن من أي بلد تاني. هاي هي النسبة المفيدة لأي مستثمر. صحيح، ففي كذا ميزة لدبي لتخليها اليوم بموقعها استراتيجي، ورح تضلها بموقعها استراتيجي خلال السنوات القادمة. إلكتن جروب ومشاريعها، رؤيتكم ولوين حتوصلوا بدبي؟ اليوم إذا الله راد نحن مستمرين بدبي بمشاريعنا، فاليوم نادر نحن موجودين بخمس مناطق اللي هن وسط مدينة دبي، محمد بن راشد سيتي، جميرة فيليج سيركل، البالم جميرة، والإميريتس هيلز. قصص النجاح دائماً بتبدأ بخطوة أولى. هالمشروع هو أول مشروع تسلم من المطور العقاري إلينغتون في منطقة الجي في سي، هالمنطقة الواعدة استثمارياً، مشروع بالجريفيا ون، مش فقط شقق، هو أسلوب حياة. هو أول مشروع لنا أطلقناه ب 2015، ديسمبر 2015، وسلمناه بديسمبر 2016، بس هيدا هو توجه إلينغتون إنه نحن نسلم المشاريع تبعتنا على الوقت بالموعد تبعولة المحددة. واليوم مثل ما شفت خلال جولتك أنت ببلغرافيا 1 وبلغرافيا 2، على الكواليتي اللي نحن عم نقدمها للعملاء تبعولنا وعلى الأمينيتيز والفاسيليتيز، فمثل ما شفت وقلت لي أنت مستوى عالي صراحة جدا، كأنك فايت على فندق، من اللوبيز للجيم للبول كأنك عايش بريزورت. صدفة وإحنا عمالنا بنصور في المشروع تقابلنا مع عمر حوراني، عمر صديق من عمان، أوريدي مهندس وشايف كتير عقارات بدبي، بس مختار شقته تكون هون. عمر مزبوط، احكي لنا شو هالإكسبيرينس. الكواليتي ديفنتلي، الكواليتي هلا، غير انه الانتيرير ديزاين تبع الشقق كثير حلو، غير انه مش شقق كمان، الببليك اريز زي الكوريدورز وهكذا، البيلدينج نفسها الاستراكشر كمان كثير اتراكتيف، كثير كلاسي، الكواليتي كثير بتهمني، فالديتيلز الاتنشن تو ديتيلز هذا كثير كان رائع اللي شفته بالشقق، فذاتس واي اي واز فيري اكسايتد، اي ريلي واز انترستد إني أخذ واحدة من هدول الشقق. حكي أكثر عن المشاريع الثانية الجديدة اللي حتكون بالجي في سي. اليوم نحن أطلقنا خلال الشهر الماضي مشروع جديد اسمه بلغرافيا سكوير. هيدا المشروع شيء أكيد مميز من وراء الخدمات اللي رح نعمله، لأنه كل مشروع نحن عم نتطور فيه وعم نقدم فيه خدمات أكتر، فهيدا المشروع هو الأول اللي رح يكون فيه اثنين لوبيز من خلال الجراوند فلور، ورح يكون فيه مسبحين، ورح يكون فيه الاندور والاوتدور امينيتيز وفاسيليتيز للكيدز وللادلتس. الجي في سي معظم الشقق اللي فيها بتكون 1 بيدروم و 2 بيدروم، صحيح؟ اللي نحن عم نعمله، عم نشتغل على الاستوديو 1 بيدروم و 2 بيدرومز، المساحات بتتراوح بين ال 450 قدم لل 1000-1300 قدم، هيدي المساحات تبعولنا. اليوم نحن ما صغرنا المساحات، حفظنا عليها لنحافظ على إلينغتون كواليتي. قلب الداون تاون عندنا مشروع اسمه دي تي 1 اللي هو داون تاون 1، هيدا المشروع صار حائز على جيستين عالميتين، فيه استوديو 1 بدروم 2 بدروم و 3 بدروم ابارتمنت، هو دغري على بعد خطوات من دبي اوبرا، في منتصف مدينة في دبي. في منتصف مدينة دبي. اليوم الكواليتي تبعيت الانتيريور كتير عالية عن السوق، مستعملين الميلي كيتشن بقلبها، مستعملين اهم الماركات تبع الانتيريور،
فمشروع كتير ورح يتسلم إذا الله راد آخر سنة جاي. منطقة الميدان اللي هي محمد بن راشد سيتي هي على بعد 5 دقائق من وسط المدينة ومنطقة دينامية، مشان هيك رح يكون عنا سلسلة مشاريع فيها. أول مشروع نزلناه هو ويلتن تيرس 1 ويلتن تيرس 2. اليوم المبنى قيد الإنشاء رح يسلم كمان سنة الجاية، رح يكون فيه غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم. كل التوفيق لإلكم إلي. إحنا كتير مبسوطين إنه عم نصور عخراتكم ومنستنى نيجي للسنوات الجاية عشان نكون موجودين بتسليم المشاريع اللي عم تكون تحت الإنشاء. تسلم نادر، كلك ذوق، وبرجع بتشكركم مرة تانية على الحلقة الحلوة. شكرا شكرا إلي. شكرا.